استاذ في اورام في القصر العيني ورئيس الجمعيه المصريه لدعم مرضى السرطان. شايف المتعافين من مرض السرطان شايف انها بتبقى رحله قاسيه عليهم؟ مش عايز اخدك، بس لو حد قالك ان انت عندك اورام هتبقى قاسيه ولا لا؟ اكيد قاسيه، واكيد التجربه ما هياش لذيذه، انما لو ما نبص ورانا ونلاقي ان الناس فعلا دي تخطت المرض، بتعرفي ان هو بالاراده وبالعلاج السليم ممكن البني ادم يشفى تماما ويكمل رحلته في الحياه ويكون اقوى من ما ابتدى الرحله بتاعه الاورام. شايف اهم اسباب اكتشاف السرطان عند الانسان تبقى ايه؟ اهم علامه؟ مفيش حاجه اسمها اهم علامه غير في السيدات، اللي هو الاورام الثدي. لو في اي تغير في الثدي او في كلكيع او في حاجه بتنزل دم او لون مش طبيعي. عند الرجاله هو اورام البروستاتا، ودي اعراضها اللي هو التحكم في البول ما بيبقاش طبيعي زي الاول. دول اهم اعراض، غير كده الاعراض متنوعه جدا. اهم من انا اقول لك الاعراض، اقول لك ان احنا عندنا سببين، ما هو المكتشف او فعلا معروف هم بيعملوا اورام. واحد هو فيروس سي، اللي هو الحمد لله ابتدت الدوله عملت له جهود خاصه للقضاء عليه، وده هنشوف الصدى بتاعه كمان 5 سنين ان شاء الله، لان ده اعلى اورام او اعلى نسبه اورام عندنا هو اورام الكبد. الحاجه الثانيه هي التدخين بجميع انواعه وخصوصا الشيشه، لان الشيشه بتحتوي، يعني لازم نقول ان حجر الشيشه بيساوي علبة سجاير، فلما البني آدم يشرب علبة سجاير في خلال ساعتين ده أكيد ممكن يسبب أورام كتير جدا. قول لي دكتور، لما حد بيخلص رحلة المرض، المتابعة بيبقى عنصر هام؟ المتابعة طبعا هو عنصر هام، والأهم منه إن هو يبتدي ويكمل في حياته عادي، لأن مناعته ومناعة الجسم وقوته هي اللي هتحارب الورم بعد كده. المرضى اللي بيتعافوا من السرطان في جزء بيبقى قادر يتقبل حياته، في جزء يعني ساعات بينتكس والمرض بيرجع تاني بسبب الحالة النفسية. ده طبعا مهم جدا، لان احنا بقالنا 3-4 سنين اكتشفنا او ان اهم حاجة بتحارب الاورام هي مناعة الجسم نفسه، ومناعة الجسم نفسه دي جاية من ان البني ادم نفسه يبقى معنوياته كويسة، اللي حواليه كويسين، يرجع لشغله. احنا طبعا بنحاول ان احنا نحفز العينين ان هم ما يسيبوش الشغل لما يجي لهم الورم، ويكملوا في حياتهم بعد كده ويكملوا حياتهم عادي. ولو كانت ست بيت تربي ولادها، هتلاقي ان سيدات البيوت اللي هم بيكملوا في تربية ولادهم واللي عايزين يشوفوا ولادهم لما يكبروا، دول اكتر ناس بتبقى عندهم دفعة ان هم يكملوا الحياة.